اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا وسيمة؟ انا مش قادرة اقول لك انا فرحانة قد ايه. ربنا يخليك، وانا سعيد انك معايا النهاردة على الهواء. يعني من سنين السنين نفسي اكلم حضرتك وحاولت كتير بس معرفتش، بس هو النصيب ان انا اكلم حضرتك المرة. ده الحظ الحلو انك معايا النهاردة على الهواء. والله الحظ الحلو ليا انا. ربنا يخليك. طيب اتعرف بيكي. ايمان. ايمان كم سنة ايمان؟ 29. 29 سنة. احكي لي ايمان، انا تحت امرك. انا متجوزة وحياتي مستقرة كويس، جوزي كويس والدنيا تمام، بس عندي مشكلة اكبر من كده بكتير. ايه هي؟ اتفضلي. عندي مشكلة ان والدي يعني ما خلاش كلب الا لما قال لي ان انا هو عملنا كذا مع بعض. والدك؟ والدي مش انا بس. ده والدتي كمان. يعني حتى انا واخويا ما سبناش حنان. لا استني، يعني والدك قال للناس ان هو عمل معاكي علاقة؟ لا لا لا، أمار يقول ان انا مع فلان وفلان وفلان وفلان. يقول لحضرتك لو قابلك في طريق ده بنتي، وقعدت معاه مثلا وشفت كوباية شاي ده بنتي دي كذا الفاظ. يعني ليه كده؟ ايه ليه كده؟ ووالدتك برضو بتعمل كده؟ لا ده والدتي الاخرى بيقول عليها كده. بيقول كده برضو على والدتك؟ او قال عليا انا واخويا ان احنا كذا مع بعض برضو. الله. وبتاع الدكان عامل في بنتك ومسوي. طب انا عايز اسال سؤال، ايه اللي بيخليه يقول كده؟ يعني قال انت مثلا علاقتك بوالدك وحشه فهو بينتقم منك مثلا ولا ايه؟ والله بص يا اسامه، انا يعني انا على قد ما بقدر بحاول اعمل ببر الوالدين زي ما هم بيقولوا. طيب. وقبل ما بعمل اي حاجه او بسال حد في الدين حصل كذا فانا عملت كذا عليا وزر. بس هو طيب، هل انت زمان مثلا كان ليكي علاقات واصحاب وكده فهو كان متضايق منك؟ لا 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 ولا اي حاجه يا اسامه خالص. يعني انا والدتي ست كبيره جدا جدا جدا. يعني شفت الجماعه اللي مش قادرين يمشوا؟ هي لو نزلت تجيب طلب يقول لها انت جايه من عند فلان، جايه من عند علان، ده عامل ومسوي، ماسكه المصحف بتقرا فيه، يقول لها بتقرا المصحف وانت مش طاهره. يعني الفاظ بقى. بس انا بقى طيب، واخوكي اخوكي ليه يتهمك في اخوكي؟ لا المشكلة ان هو بعد ما بيتهمني فيه بيروح يرايح له ويقعد عنده، واختك فيها وفيها وفيها. يعني اختك بتوقع ما بيني يعني الكلام كله هو يعني معلش بيعك الدنيا بعدها، لغاية ما سجلت له هو بيقول لوالدتي على موضوعي انا واخويا وبعته له. اخويا سمع التسجيل على الواتس طبعا، وعمل نفسه عبيط وقال لوالدتي، قال لها انا ماليش دعوه بالموضوع دوت وما تتصلوش عليا تاني، ولو سمحت ما تدخلونيش في حياتكم، انا قاعد بره وسايبها لكم. فيعني دلوقتي هل ابوكي ده عنده وسواس قهري مثلا؟ يعني دايما شاكك في كل الناس؟ يعني هو حضرتك لو جيت معلش قعدت معاه خمس دقايق هيقول لك بعد ما انت تقوم هيقول لي ده اسامه دوت فلانه الفلانيه عملها، لا مؤاخذه يعني. يعني هو مش عارفه هل هو مريض، انا مش عارفه. لا ده مريض، ده مش طبيعي. حتى اخواته بيقول عليهم كده برضو. كان بيقول على اخته اللي هي من ام تانية، يقول لك دي بنتي مش اختي. هو مش انا بس، يعني هو مش القصه انا بس. ده عنده تهيؤات بتحصل. مش تهيؤات، هو عارف ان الكلام ما حصلش بس هو بيقوله. استغفر الله العظيم يا رب. يعني طيب. المشكله كبرت، يعني المشكله كبرت دلوقتي والدتي بتنزل الاطفال الصغارين بيلقحوا عليها. يعني اطفال 7-8 سنين يقولوا لها انت رايحه عند فلان، هو فلان هيعمل النهارده ويسوي، طب ما تتاخريش. يعني قد ايه لما ست كبيره 60 سنه اطفال بيقولوا لها كده؟ وانا يا اسامه يعني هو كان معصي الناس كلها على فكره. طيب ما تاخدوا موقف معاه تتكلموا معاه. اعمل ايه؟ رديت على اخوه قال لي المتبري منه. اخوه قال لك انا متبري منه؟ عايز اعرفه تاني. طب جوزك فين بقى؟ جوزك فين في الموضوع ده؟ جوزي مسكه ضربه مره، اعمل ايه تاني؟ الناس تقول لي ما ينفعش جوزك. طبعا الناس في ناس ما تعرفش تفاصيل، يعني انا مش هقعد احكي لكل واحد. جوزي مسكه ضربه مره، طب اعمل ايه تاني؟ انا قطعته، بس المشكله الكلام مش سايبني. يعني احنا بنينا عليه ربنا يكرمه عشان يرحمنا من لسانه ويرحمه من نفسه. يعني هو كده يعني شفت اللي بقى خطر على نفسه اساسا. انتوا لا بعد كده لما يجي نتكلم نقول بقى ان الراجل ده مختل مش مظبوط والمفروض يروح يتعالج نفسيا، بس هو يعني انا قاعده مش عارفين نوديه للدكتور.
انا قاعده في بلد ارياف، بلد ارياف ديت يعني معلش الكلمه فيها بتضرب في كل حته، يعني خلاص هم عارفين ان ايمان كويسه، بس لا ده بابا بيقول كده اهو، عارفين ان يبقى الناس تعرف ان ابوها ده مش معتوه مش طبيعي. يعني انا يعني يا ايمان واحده ماتت، في واحده ماتت قريب التلفزيون، انا مش هقول عشان خاطر ما حدش يزعل مني، يعني انا بقول له ايه لا اله الا الله ربنا يصبر والدتها، قال لي اسكتي اسكتي ده كانت ماشيه كذا، قلت له اصطفى العظيم يا بنت تعرفهاش تعرفهاش ليه تتكلم عليها ليه ليه؟ يعني بص يعني انا تعبت، انا خلاص يعني انا عامه انا قطعت علاقتي بيه، وانا بقول ده مش ابويا يعني، وبدع عليه ربنا ياخده. ولا تدعي ولا حاجه، انت ادعي له قولي له ربنا يهديه اوكي، ويبقى يعني ويفوقه ويرجعه لنفسه تاني، انما وعامل لي مشاكل كتير يعني. عامل لك مشاكل ايه؟ ما هو يعني الناس اكيد عرفت ان هو ده مش مظبوط يعني. اه خلاص بقى ابتدى فلان يعني يبص لي بقى البسطات اللي هي انت فاهمني، خلاص بقى واحده بيقول ابوها بيقول عليا لا مؤاخذه خلاص يا بنت كويس. الناس خلاص بصي يعني انا اعتقد ان طوب الارض دلوقتي سمع البرنامج الحلقه دي، سامع الحلقه دي، انا عارف ان برنامجنا الحمد لله الناس كتيره بتسمعه، ما عشان كده انا قلت اسم، واكيد ناس كتيره في بلدكم هيبقوا سامعين بنته اللي طالعه تشتكي من الراجل اللي بيتبلى على بنته وبيتبلى على مراته وبيتبلى على ابنه وبيتبلى على اخته وبيتبلى على الدنيا بحالها، الراجل اللي ماشي يزم في كل الناس ويغتاب كل الناس ويشيل ذنوب الدنيا. انت قولي له ادعي له بالهدايه ربنا يهديه ويسامحه، لان ده هي يعني ده طالع شايل كتير قوي، هيطلع لربنا سبحانه وتعالى، مش كلنا شايلين ذنوب، انما ده عمال يشيل نفسه. لا هو تقريبا كده يعني خارج عن المله، يعني كانت والدتي بتصلي ولا وانت بتصلي ليه، وكان ربنا عمل لك ايه عشان تصلي له؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني ده كلام كتير، يعني هو بيتعامل مع ربنا استغفر الله العظيم يا رب كانه واحد صاحبه، يعني اتعاملي بصي ادعي له بالهدايه وابعدي عنه وخليكي في حالك انت وجوزك، ولو تقدري تاخد امك تقعد معاكي حتى يبقى خير. هو جايبها ويجي يفضحني هنا في المكان اللي انا قاعده فيه والقصص تحت البلكونه وبيحصل مشكله الناس كلها لازم تعرف يا رخرة. لازم الناس كلها تعرف ان الراجل ده مش مظبوط نفسيا، وان الراجل ده مش سليم عقليا، وان التصرفات اللي بيعملها دي مش مظبوطه. طب يعني معلش انت ممكن تكون فاهم اكتر مني، هل هو ليه حل ان انا ابلغ عنه مستشفى المجانين زي ما كنت اسمع زمان؟ ما بقاش في كده، لا ما فيش كده لسبب واحد، لان النهارده القانون بيقول ان ان المريض النفسي ما ينفعش يدخل يتعالج الا لما يكون موافق، يعني ما فيش اللي هو ايه بلغ مستشفى المجانين يجوا يلبسوه المريالة البيضاء وياخدوه، دي ما بتحصلش الا لو هو خطر على الامن، فلازم يعني يتحجز عشان خطر على الامن، انما ربنا قادر، بدل ما تدعي عليه قولي له يا رب سامحه واهديه لان احنا تعبنا وربنا قادر يتصرف معاه. بصي الله يكون في عونك، انا مش عارف اقول لك ايه، قلبي عندك يعني، لان اللي انت بتحكيه ده اسوأ من حاجات كتير جدا ممكن تكون مرت على انسان، لان الاب كل همه حتى لو بنته غلطت يستر عليها، يبقى ما غلطتش ومراته ما غلطتش وابنه ما غلطش وماشي يطلع عليهم اشاعات وكلام، ده يبقى انسان يا معتوه يا معتوه، ما مش عارفه نلاقي له تشبيه ايه، ده مش عارف.